انه المدرب لازم يصحح مساره. يعني لازم شلون نقول يصح الفريق، اذا راح يبقى بهذا الاداء يعني صعب عليه وعلى الفريق. اذا بقى بهذا الوضع الزوراء معناها لا يطمن بالدوري ولا يطمن بالكاس. لا صعب صعب يعني لا راح يقدر يجار الشرطه ولا راح يقدر يجار الطلبه ولا راح يقدر يجار الجويه بهذا المستوى. مستحيل. السبب يعني المدرب له تعاقدات لو كلاهما ممكن اثنينهم لا تعاقدات بمستوى الطموح ولا المدرب بمستوى الطموح؟ مو بمستوى بالعكس. المدرب اذا ترجع للسي في والارقامه المدرب انا علي بالواقع اللي شفته انا راح اقول المدرب اذا ترجع السي في سي في كبير. انت اذا استاذ انا اطلع نحكي عليه راح يقول لك درب فلان ودرب فلان، بس انا احكي لك الواقع. أي. اذا احكي لك الواقع بعيدا عن سي في مو هذا المدرب اللي يدرب زوره. زين هو مو جاب خمس مدربين خمس لاعبين محترفين هذا المدرب المفروض يشيلون الفريق يا مصطفى؟ كلهم مو زينين. مو بالمستوى ولا محترف. سمعني اللي اقول كلهم لعبوا محللين هسه محللين الناس الجمهور انطيني محترف هسه لعب بالزوره مستوى زين يعني حاله حال مع احترامات اللاعبين حاله حال لاعبينه. زين ليش جايب محترفين يعني؟ لو اجيب محترف يخدم الفريق طبعا. لا اكو محترف من المحترفين مهاجم جايبيه صار له لعبتين ما قاعد ما لاعب قاعد بالاحتياط وجايبه وصارف عليه وقام وسكن وطعام وعقد. زين انت المدرب مو طلعت قلت اني مدافع المحترفين يمي وانا اجيبهم، وين محترفينك؟ وهذا يوحي الى انه مستقبل الزوراء هذا الموسم بخطر بخطر. أي كل